أنا شايفة إن الستات كان ليهم دور قوي جدا في الثورة، يمكن ما يقلش نهائيا عن دور الراجل، يمكن كانوا كتف في كتف، كان دايما مظاهرات كانوا موجودين، دعم للناس اللي جوه في المظاهرات، دعم للمصابين، مطالبة، مؤتمرات، كل حاجة كانت الست مشاركة فيها، وكانت مشاركتها قوية وكانت بصمتها واضحة جدا جدا في الثورة. هو الثورة فعلا حققت لنا مكتسبات كتير جدا، يعني على المستوى الاجتماعي بقى فيه قبول لفكرة مشاركة الست في الحياة السياسية بشكل عام، ان الست تقدر ترفض وتقول لا بشكل واضح وصريح، ان الست تقدر تخرج، ان الست تقدر تشارك، يمكن دي اهم حاجة بشكل عام. بس احنا كمان كان لنا مكتسبات قانونية جدا حلوة جدا، زي مثلا تغليظ العقوبة في قضايا التحرش، ويكفي ان لفظ تحرش كلفظ تم طرحه لأول مرة كان بعد الثورة، غير قضايا الختان برضو تم تغليظ العقوبة فيها. طبعا ده غير القبول بتاع فكرة ان الست بتشارك في الحياة السياسية، فبقى لنا أكتر من 6 وزراء مثلا سيدات، بقى لنا مستشارة أمن قومي للرئيس، بقى لنا أكتر من تقريبا من 146 نائبة في البرلمان بعد ما بقى فيه كوتا 25% برضو تم سنها بعد الثورة. كل دي كانت مكتسبات مهمة جدا جدا للستات في الثورة. فبدأوا الستات بشكل عام يطالبوا بحقوقهم بشكل أقوى، بقوا عارفين إن صوتهم ممكن يوصل. تم طرح مبادرة عامل مرأة، يمكن في فترة كورونا الست برضو كانت محور أساسي، لأن تم الاهتمام بقضايا النساء أثناء الوباء نفسه، تم تمكين المرأة اقتصاديا. كل الحاجات دي يمكن قبل كده كانت موجودة بس بتون أوطى شوية، ما كانش فيه المطالبة بالشكل الواضح والصريح. هو احنا كل مدى بيبقى الحقوق اللي الست اكتسبتها أصبحت أمر واقع، مش هينفع بعد كده نيجي نقول لواحدة انتي ازاي تعملي محضر تحرش، ده بقى امر واقع. فانا شايفة ان احنا كل مدى بنوصل لمكاسب جديدة هتوصلنا في النهاية مش هقول مساواة، يعني هي اللفظ الافضل ان هي خدنا حقوقنا الطبيعية.